بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بسم الله، ما بعد، يوم إن شاء الله غنشرح لكم كيفاش تليشارجيو برنامج ديال أزاز سكرين ريكوردر اللي كيمكننا من تسجيل الأحداث على الهاتف ديالنا. إذن أول حاجة نمشيو للبلاي ستور، نكليكيو على غوشيغشي، نكتبو أزاز سكرين ريكوردر، كيطلع لنا واحد البرنامج اللي مرسوم عليه واحد الكاميرا فيديو. اذا كنكليكيو على انستالي، انا ديجا عندي انستالي، عندي اوفريغ، بس اوفريغ كتكون انستالي. كنكليكيو على انستالي، اون فوا كنكليكيو على انستالي كيبدا تيليشارج البروغرام. ابخي لانستالاسيون كيعطينا هاد اوفريغ، كنكليكيو على اوفريغ كيعطينا كيما لاحظتوا هنايا خرج البرنامج، فيه دي زيكون، فيه الكاميرا، فيه الفيديو، فيه بارامتر. اذا باش تسجل كنكليكو على فيديو، كتب لي هنا ميديا ريكوردر از ريكوردين، لان ديجا كنسجل به، سينو كيبقى يعطيك واحد جوج ثلاثه تبدا يسجل. من كتسالي التسجيل ديال الفيديو، اذا كتجي لهنا الباغ دوتي، كتطلع هنايا كتلقى ازاد ريسين سكرين ريكوردر كيسجل. اذا باش تسالي الفيديو وتحبس كتسكت الفيديو والاخضر كيكون الفيديو ديالك تسجل. شكرا على المشاهدة، وكنتمنى